من أول قناة إخبارية في الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة المحلية. ينتظر فلاحو منطقة زيارات ببلدية مجاز تشيش في ولاية سيدة تدخل الجهات الوصية لأجل إصلاح الطريق المؤدي إلى أراضيهم الفلاحية، والذي أصبح اليوم عائقا ومشكلا يهدد هذا النشاط الذي تشتهر به المنطقة. ورقة في الموضوع لمحمد حامد. هي آلاف الهكتارات من الأراضي الفلاحية الخصبة بمنطقة زيارات ببلدية مزاز تشيش في ولاية سيدة، التي أصبحت اليوم مهددة بالبقاء دون استغلال بسبب الوضعية السيئة للطريق المؤدي إليها. حنا رانا نعانيو على الطريق هذه، حنا رانا فلاحة بوساطة وما لقينا ما يناديو، حنا رانا نعانيو في الشتاء ولا في الصيف كي بعضها، الطريق هذه راهي ما تفوتش خلاص، ومشكل كبير، والله غير راهو مشكل كبير، ونطلبوا من السلطات شوف معنا شوية، شوف مع الفلاح البسيط. وتزداد وضعية الطريق سوءا في فصل الشتاء، لتزداد معها معاناة الفلاحين الذين يجبرون على تأخير أعمالهم أو التوقف عنها بسبب ذلك، وهو ما يكبدهم خسائر كبيرة. من مشكلة تاع الطريق هذه اللي ما كاش المطر منا، الفلاحة هنا الفلاحين ما جاتهمش الغلة، على ما جاتش وقت الخدمة صح، الطيش نقولوا لونغري مونيتراد هذا ولا حاجه يفوت الحال عليه، تخدم الارض تاعك يفوت الحال، باسكو الارض تولي ساده ما تدخلش، اون بليس الطريق فاسده ما تقدرش كيفاش توصل الطريق هذه. هذا هو المشكل الكبير، حنا كون جاتنا درك الطريق الارض كامله تخدم فيه في الوقت. هي اراضي خصبه وسواعد لا تطلب الكثير لاجل المساهمه في تقليص فاتوره الاستيراد، خاصه في ظل تهاوي اسعار البترول.